وسهلا بكم متابعينا على قناتكم مجلة تي في. كيف ما عودناكم كنقول لكم جميع الاحداث خصوصا في زمن الجائحة بالصوت والصورة داخل مدينة سطاش. ما يمكنش لينا نشوفوا بحال الصورة هذه وما نوقفوش عليها كممثلي منابر اعلامية داخل المدينة. معنا السي عادل اللي غيتكلم لينا على هذا شنو بغينا نسميوه هذه بالضبط؟ سميها لينا انت. هذيك واحد التواصل من الساكنة ديال مدينة سطاش وبالخصوص بن عبد الربيع عادل بومليك، واحد كلمة الشكر في حق الممرضة الطبيب والطبيبة والوقاية المدنية والسلطات المحلية وكل الجهات المنتخبة اللي تتسهر على السلامة ديال المواطن المغربي. حاولنا نحطوا هذه الصورة ونناقش مع الإخوان اللي تبقى لهم الشكر من مدينة البيضاء. جات واحد الفكرة بأن خاصنا نحطوا هذه اللوحة في مدينة سطاش لشي واحد المدينة تتعيش واحد المضرة ديال الكورونا وهذا الشيء. اليوم حاولنا باش نحطوا هذه الصورة اللي بدينا فيها الأمس مع الساعة ديال العشية وما سالينا حتى لواحد تقريبا 3 ديال الليل أو 3:30 ديال الليل، وبقاو تنقدم الشكر الكبير للسيد الباشا المدينة ولا عام الإقليم سطاش ولا السيد رئيس المجلس الجماعي اللي بقاو الناس ديال السلطة وديال الأمن سهرانين معنا الليل كله باش نحاولوا نحطوا هذه اللوحة الجميلة. وهذا الشيء كل شيء من قلوب مدينة سطاش، نقولوا لهم جميع الساكنة بأن ابقى في دارك تحمي ولادك وتحمي العائلة ديالك. دابا من خلال هذه اللوحة الفنية بغيتي تذكر الناس اللي هما في الواجهة او كيتعتبروا الخطوط الاماميه لتصدي هذا الوباء، هذه هي الرساله اللي بغيت نوصلها. هذه هي اللي بغينا نوصلوا ان شاء الله، باش الناس تبقى في المنازل ديالها وتخاف على الوليدات ديالها على العائلات وعلى الجيران ديالها. هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا بهذه الصوره هذه، وبغينا حتى الناس يشوفوا هذه الصوره ويتزاد واحد القوه اكثر ديال العطاء ان شاء الله. والله يحفظ الاولى والاخرى، الله يحفظ المملكه المغربيه والله يحفظ الاسره العلوية كلها وصاحب جلالة الملك محمد السادس. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.